سؤال، هل الشفاعة فقط للسيدة العذراء والملك وخير أمر القديسين؟ لأي قديس أنت تطلبي شفاعته؟ اطلبي شفاعته. السؤال الثاني، في حالة النذر ولم يستجب له، هل يجب الوفاء بالنذر؟ لا، النذر ده شرط. يا رب لو عملت كده هات كده، عمل أخذ بعمل خمس. هل يفسر عدم الوفاء به في حالة عدم تعقيد يعتبر خطأ؟ لا.